دكتور جابر نصار خد قرار رائع، يعني لازم نعمل له ألف 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 شكر. مسرح في كل كلية، مسرح أو مرسح على رأي عمنا يوسف وهبي، مرسح في كل كلية. ده حاجة في يعني أنا رأيي إنه أهم حاجة حصلت السنة دي. بقى طبعا حاجات كتير حصلت، بس مسرح في كل كلية يعني حياة جديدة ومتغيرة ومخ مختلف للطلبة اللي خارجة من الجامعة بالمسرح ده. دكتور جابر مساء الخير. مساء النور يا أستاذ محمود. يعني أنا بشكرك شكر يعني ملوش حدود يا ربنا يخليك على هذا القرار. بس قول لي آليات تنفيذه إيه أول حاجة؟ بس أولا يعني أنا عايز أقول لك في الأول إنه جامعة القاهرة في الفصل الدراسي الأول ده شهدت موسما ثقافيا وفنيا متميزا. تمام، احنا تابعناه وقلنا الكلام دوت يا دكتور حسن. عرض فيه في حدود 25 عرض مسرحي في 70 يوم. 25 عرض مسرحي. تمام يا دكتور تمام، واحنا اشدنا بدوت وحيناه تحيه في 70 يوم. يعني لانه يستحق. النهارده في الحقيقه انا عندي في الجامعه سبع مسارح. المسرح الاول اللي هو المسرح الكبير بتاع القاعة الكبيرة اللي كان فيها بيروح عبد الناصر وام كلثوم بالظبط وشهدت يعني الاسبوع اللي فات سليم سحب وخمس وست مسارح في ست كليات. النهارده لما بنعمل مسابقة للطلبة انا كنت شايف ان في عدم تكافؤ، لان في كلية فيها مسرح وكلية الاولاد مش لاقيين مكان يشتغلوا فيه. وبعدين لابد ان يكون المسرح متاح 12 شهر 366 يوم في السنة. كويس. ولذلك خدت قرار بتحويل احدى القاعات المؤتمرات في كل كلية الى مسرح، وتحويلها الى مسرح لا يمنع استخدامها قاعة مؤتمرات. كويس. طبعا. فهنبدأ إن شاء الله، إحنا بدأنا النهاردة بدار العلوم وكلية الاقتصاد، وبعت وكلفت العمدة بتحديد قاعة في كل كلية. أنا بوعدك إن شاء الله قبل نهاية العام الدراسي ده هيكون في 24 كلية ومعهد في جامعة القاهرة 24 مسرح مجهز على اعلى مستوى. وانا عن جانبي هتابع معاك حضرتك الكاميرا الله. هتروح الجامعه ان شاء الله وتصور كل اللي بيحصل والمسارح وراي الولاد في المسارح. نطلب منك طلب بقى معلش يعني ما دام انت بتعمل لنا حياه ثقافيه مهمه كده. اتفضل. قاعه بقى المؤتمر، قاعه المسرح الكبرى اللي كانت بتغني فيها ست ام كلثوم نحب نسمع فيها منير وعلي الحجار وانغام وعمرو دياب وهاني شاكر. بقى نعمل ايه يا دكتور بقى؟ حفله كل 15 يوم نروح احنا كمان مع طلبه الجامعه. اولا احنا اول اتفاق تم النهارده مع وزاره الشباب، وكان عندي المايسترو سليم سحاب النهارده. كويس. هنعمل حفله للاوركسترا سليم سحاب وكورال اطفال مصر كل اخر اثنين من كل شهر. ممتاز. هتبدا الاثنين 27 يناير اول حفله، الثلاث 27 يناير، واحنا اخترنا الثلاث لانه ده يوم في وسط الاسبوع بيكون كل الكليات شغاله. جميل. كل الجامعه شغاله علشان يتاح للطلبه كلهم ان هم يحضروا. طيب ده حاجه رائعه. الامر الثاني انه احنا هنفتح ان شاء الله باذن الله ابتداء من الفصل الدراسي الثاني هيتم فعلا الاتفاق مع مطربينا والفرق الموسيقيه اللي بتقدم فنون رائعه وجميله. سوف يعود لهذا المسرح. تمام. حيويته بحيث ان هو على الاقل يبقى فيه عرضين كل شهر، بالاضافه الى وجود عروض في مسارح الجامعه الاخرى اللي موجوده في طيب. المدينه الجامعيه كليه وجميع الكليات في الـ 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 الجامعه ان شاء الله. دكتور جابر انا بشكرك جدا جدا جدا
دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية يلا بينا، أسيوط، منصورة، نشوف بني سويف، المنيا يلا بينا. هو ده، هو ده مكانتك في وسط عالمك العربي، بده مش بحاجة تانية، خلي بالك يعني ده أساسي. من هنا خرج كل فنانين مصر اللي عملوا نجاح رهيب، واحكي لك للصبح. الثقافة هي الحياة، هي الحياة. صحيح انت تقدر تعيش من غير ثقافة خالص، تقدر تعيش بس بتعيش حاجة تانية ما نعرفهاش احنا دي. انما الحياة انك انت تشوف مسرح، انك انت تشوف سينما، انك انت تسمع غنى، انك انت تسمع حاجات، كل دوت عناصر أساسية في تغذية روحك عشان تقدر تنتج. من غير الحاجات دي مش هتعرف تنتج. تقول لي زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كان عندهم سينما وعندهم مسرح وعندهم تمثيل وعندهم غنى وعندهم كل حاجة، ورأس، وكله كل حاجة كانت موجودة. يعني طبعا بتشوفوا في الأفلام وفي التاريخ وعلى الحيطان بتاعتنا موجودين الفراعنة بيغنوا وبيرقصوا، كل موجودة. ربنا خلق الكون بيغني، ربنا خلق الكون كده، أصوات موجودة طول الوقت، ما لكش لا، يعني هي خلقت ربنا. هو الموج ده مش كان ممكن يتحرك كده من غير صوت؟ ولا الكروان ده يبقى من غير صوت؟ ولا ده أصوات ربنا خلقها عشان دي متعة الحياة، بتغذي لك روحك.